الرائع الجميل. الشوط الثاني يستعد في هذه اللحظات، الشوط الثاني لأبناء القبائل، ويعتبر الشوط الأول، يعتبر الشوط الأول بالمهجنات الأصايل لأبناء القبائل. نتحرك أيضا مع هذا الشوط، نتحرك مع هذه العزوم تأتينا بشعارات أبناء القبائل لتذهب أيضا مع التأهيل للفائز بالمركز الأول أو المركز الثاني. أحمد بن راشد المحرمي من يتقدم إلى الأمام ليعلن عن الظبي بالمركز الأول والمركز الثاني. الشاهينية خميس بالصغير بن سالم بالهلي والمركز الثالث. المركز الثالث فهنا شعار بن معدن، شريجي بن محمد بن معدن على ظهر أمزون. والمركز الرابع سلطان بن طالب بن مبارك بالقوبع يأتينا مع العنود. والمركز الخامس مياس محمد بن عتيج بن خفية. أما المركز السادس نشبة الحمد بن سالم بن سليم. المركز السابع فهنا الشحانية خليفة بن سالم بالضبيعة. هذه تقريبا السبعة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. نحن ما زلنا في بداية المشوار، في بداية المشوار، في بداية المشوار نتقدم ونذهب أيضا مع أحمد بن راشد المحرمي. أحمد بن راشد المحرمي خميس بالصغير بالهلي بن يتابعه، وشريجي بن محمد بن معدن، وسلطان بن طارش، وعتيج بن خفية، وحمد بن سليم، وسالم بالضبيعة. هذه الأسماء، هذه الأسماء مشاهدينا الكرام. يا خميس، يا خميس اسمعني 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 هنا يا خميس. تراهن يبنى مقيضة الحين، يبنى مقيضة الركابين، لازم يسوون لك نقطة، لازم يسوون سبحان الله. يعني اللي تفوز في اللحظات في الأيام الأخيرة من عمر السباقات التمهيدية تعطيك مرة واحدة شي سبق، هذه مرة تدولها شراي وبيعها، لا تخليها لا تخليها، لأن تعرفون ليش؟ تبغي مقيض، هذه تبغي مقيض، تبغي تاكل جت وشعير. ستة أشهر، ستة أشهر عقب آخر شيء تفحمها تلقاها كما كانت، كما كانت مثل ما كانت الأول، يعني ترد لك على المركز العاشر والـ11. طيب ما يحتاج نخبركم، عارفين وفاهمين أنتم في كل الأمور التضمير. المركز الأول المحرمي ما زال يصارع، ما زال يصارع بالمركز الأول والمركز الثاني. أذكر واحد في اللبسة، أذكر واحد في اللبسة من أخويانا عنده قعود يذع على طول الموسم يركض ما يجيب له رقم، آخر آخر مرة بركاض يجيب يا مي ثاني يا مي ثالث، فيرد مسكين ويقيضه سنة كاملة، سنة كاملة يعني على الرقم هذاك اللي جابه ثاني أو ثالث، يقيضه سنة كاملة ويوم يفحمه ويركضه في بداية الموسم يلقاه رد على ترتيبه 10 و11 و12، يعني يسوي له صيدة، صيدة ثمينة مثل ما يقولون آخر الموسم. يلا يا المحرمي، يلا يا المحرمي، نشوف نشوف، نتابع المحرمي أحمد بن راشد المحرمي. المركز الثاني بن معدن، بن معدن بن معدن، شريجي بن محمد بن معدن، خميس بالصغير بالهلي بالمركز الثالث. المركز الرابع سلطان بن طالب القوبع، والمركز الرابع نشبة حمد بن سالم بن سليم، ومياس عتيج بن علي بن خفية الهدى. بالمركز السابع سالم بن محمد بالضبيعة. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. ما زلنا نتابع ونشاهد ونراقب أيضا هذه العروض وهذا السيل. الظبي لأحمد بن راشد المحرمي هو ما زال صامد، ما زال صامد بالمركز الأول إلى هذه اللحظات. يلا يا أبو محمد شريجي، شريجي بن معدن، شريجي بن معدن يرقص 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 يرقص، مزون 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 ترقص، والشريجي اللي يرقصها في ميدان الهباب، في ميدان الهباب على المركز الثاني. والمركز الثالث مياسة لعتيج بن علي بن خفية، والمركز الرابع سلطان بن طارق بن مبارك بالقوبع، والمركز الخامس فنا نشبة حمد بن سالم بن سليم. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. والسادس خميس بالصغير، والسابع سالم بن محمد بالضبيعة. هذه النتيجة كاملة مكملة مشاهدينا الكرام. ما زلنا نتابع،
ما زلنا نتابع في هذا العرض الجميل، عرض جميل ورائع يا ربعي وخيره. نعم نشاهد المقدمة، وما زالت الظبي لأحمد بن راشد المحرمي من تتقدم الجميع، وعصاها قوس أبدا ما يت الأوامر، ولا يت شبه أوامر. شريجي بن محمد بن معدن من يتقدم مع مزنة بالمركز الثاني أو مزون، والمركز الثالث مياسة العتيج بن علي بن خفية، نشبة تأتينا رابعا لحمد بن سالم بن سليم، والمركز الخامس سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبع، خميس بالصغير بالهلي يتقدم مع الشاهينية إلى المركز السادس، والمركز السابع الشحانية الخليفة بن سالم بضبيعة. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. ما زلنا نبحر ونتابع من البداية وحتى النهاية، نتابع الكيلو 1200 متر يا مشاهدين يا متابعين. نذكر لأن الذكرى تنفع المضمرين، نذكر المضمرين، هذه مياسة ومزون، مياسة ومزون في هذا الصراع المستمر، في كوكبة ثلاثية. الكيلو المتر الأخير، وبدأ التحدي بين مزون الشريجي بن محمد بن معدن وبين مياسة العتيج بن علي بن خفية وبين نشبة الحمد بن سالم بن سليم. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، 800 متر الأخيرة تفصلنا عن خط النهاية، 800 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية، وما زلنا نتابع الأجواء ونتابع الشوط ونتابع. انسحب عنهم بن معدن. ايش يا بن معدن؟ انسحبت مرة واحدة فجأة، يعني طلعوك إلى المركز الثالث. وأشوف الأمور ما زالت بين نشبة وبين مياسة. الشوط ما زال يعني ماخذ حرارته، والتنافس ما زال على أشدة، وما زال نزلنا ننتظر النتيجة النهائية بين نشبة الحمد بن سليم وبين مياسة لعتيج بن علي بن خفية. الميتين متر الأخيرة ما زالت المباراة مفتوحة، والناموس وين يذهب؟ نشوف هناك عند حسن السوداني. ركز يا سنك نشبة ومياسة. منو اللي فاز؟ فوتو فينش. عتيج بن علي بن خفية الفاز بالمركز الأول، والمركز الثاني نشبة الحمد بن سالم بن سليم، المركز الثالث رجب بن محمد بن معدن، والرابع لبن طارش، والخامس سالم بن محمد بالضبيعة.